الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. محمد المثاني انجينيور انفورماتيك le fondateur du le CEO du groupe Forevermont et le fondateur de Infinity Code. هي اول تجربه في القروان سنتر دو فورماسيون ديدييه ديفلوبمون ديدييه تكنولوجي اي سوفت سكيلز. اليوم نحن موجودين هنا في دار الشباب النموذجيه بالمنصوره مع بالشراكه مع الحياه فهم. دونك لهنا باش نقدموا للشباب ونوريوهم دور التكنولوجيا والاهميه اللي موجوده اللي تاخذها التكنولوجيا في حياتنا اليوميه واللي لازم يطوروا من رواحهم في التوسكي سوفت سكيلز زاده باش ينجموا يواكبوا متطلبات العصر اي سورتو متطلبات الشغل اللي موجوده توا في حياتنا. دونك نحن لهنا باش نعملوا برشا ورشات منها اختصاص ديفلوبمون اختصاص روبوتيك مع مختصين في الدومين هذايا زادة فما لي سوفت سكيلز زادة موجودين لهنا. دونك كل واحد والاختصاص نتاعو. دونك عندنا دي فورماتور بريزون سور سين دونك موجودين لهنا باش يأطروا الشباب ويوريوهم باش ياخذوا نموذج وامثله على شنو ينجموا يعرفوه ويقراوه في انفينيتي كود. رحاب يعقوبي جو سوي ريسبونسابل كوميرسيال شي انفينيتي كود. دونك جو سوي فريشمون دبلومي دو لانستيتيو سوبيريور دانفورماتيك اي دو جيستيون. Infinity Code, donc, c'est une école informatique, centre de formation, un carrière tout ce qui est développement, développement web, mobile, intelligence artificielle, robotique, embarqué. C'est un carrière, la chose spéciale qui est dans la formation, c'est que la formation, on a un petit peu de soft skills, soit des formations entretien d'embauche, on a des formations, ce sont des plus et gratuits, mais on a un donc, pour qu'on ait le profil, l'entretien d'embauche, يخرج يعرف يعمل زيدا السي في نتاعو سولون لي ريغل دو مارشي دو بلوار. دونك عندنا زيدا في الانفوغرافي اي ديزاين, عندنا زيدا في الانتربرونوريا دونك باش الشباب اللي عنده فكره نتاع بروجي يلقى القيد نتاعو يلقى كيفاه يبدا يلقى شكون اللي يحطو في البون شومان. دونك اليوم نظمنا ايفينمون سبيسيال لي جون نتاع القروين. دونك حبينا نعملو ايفينمون, حبينا نلمو لي جون نعطيوهم لي دومين اللي ماشيين برشا في المارشي دو بلوا سوا في تونس والى البرا اللي هما الروبوتيك الانتيليجنس ارتيفيسيل ديفلوبمون ويب اي موبيل الانفوغرافي زيد فما زيد فورماسيون سوفت سكيلز اللي هي حاجه باهيه برشا ديما احنا نستحقوا لي سوفت سكيلز باش نجموا نميو رواحنا. ليفينمون اليوم كان ناجح برشا وفرحانين برشا بوجود لي فورماتور معنا دو بون كاليتي دو بون بروفيل اللي هما كلهم شباب القيروان واحنا فرحانين برشا اللي احنا قاعدين نتعاملوا مع شباب القيروان. شبابنا يخدم معانا في الدومين اللي ماشيين برشا ما يمشيش لبرا ما يلقى فرصته في القيروان. دونك البيوت نتاع السونتر نتاعنا هو انه اول حاجه احنا لي بروفيل اللي يخدموا معانا الكل جلوبالمون سو سون دي جون فريشمون ديبلومي. اول حاجه نعطيو فرصه للي جون باش امو عندنا خاطر لو الشباب نتاعنا فما بالحق شباب عنده دي بون بروفيل ينجم يخدم وينجم يعطي لو بلوس. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.